بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. زي ما حضراتكم متابعين معانا كده، موضوعنا النهارده هو رعايه ربنا، الله يرعاني او الله الراعي. الحقيقه الموضوع دوت من المواضيع الممتعه جدا، في نفس الوقت من المواضيع اللي بيبقى بتشيل جوانا اسئله وتساؤلات عن رعايه ربنا واحساسنا برعايه ربنا. فجبنا ابونا يوحنا النهارده سألوا شوية أسئلة عن رعاية ربنا وإحساسنا بيها. بونا، أول سؤال، لما نقول الله يرعاني يعني إيه؟ وضح لنا كده كمعنى بسيط. يعني معناها إنه مهتم بي من جميع النواحي، واخد باله مني في كل احتياجاتي، مهتم بي في تحركاتي وفي سكوتي، مهتم بي عشان يحميني من الشيطان، مهتم بي يديني كل اللي أنا أتمناه، بل يعطيني أكثر مما أطلب أو أفتكر، يعني يعطيني كل شيء أتخيله أو فوق ما أتخيله. ده تعريف رعاية ربنا. أي طيب، السؤال المهم، طيب رعاية ربنا أو الكلام اللي قدسك قلته ده كلام جميل جدا ورائع جدا ومفرح جدا. اللي قدسك ده قلته ده مقدم لكل الناس، مقدم ليا والقدسك والناس اللي قاعدة، ولا لناس معينة؟ يعني رعاية ربنا دي ليها ناس وناس ولا لكل؟ مقدمة لكل البشر، لأنه احنا بنقول كده في المزمور وبنصلي كده في صلاة باكر، المشرق شمسه على الأبرار وإيه؟ الأشرار، على كل الناس. فرعاية الله للكل، يعني الشمس بتشرق على الكل، والهواء للكل، والأرض الثابتة بنمشي عليها بتاعة الكل، بيعطيني الهواء اللي نتنفسه، بيعطينا أكلنا وشربنا، بيعطي كل الخليقة حتى مش البشر القوت بتاعها. إذن هو بيرعانا كلنا، ولكن في واحد ياخد أكثر من التاني. هتقول لي ليه؟ عشان في واحد متجاب والتاني لا، واحد عايز والتاني لا. لا، هو قدسك كده بتقفل عليا السؤال. ها، انت بتقول لي واحد بياخد اكتر من التاني لا، انا عايز اقول لك حاجه، ده في ناس مننا بتقول لا انا مش حاسس برعايه ربنا، ده ايد ربنا مش موجوده اصلا. وزي ما كنت بقول من شويه، ربنا ليه ناس وناس، هو ربنا بيرعى كل والسؤال بتاع قدسك ده التاني بقى، دي درجات مختلفه من رعايه. بس في ناس الحقيقه مش حاسة برعاية ربنا، وبتقول لا ربنا مش بيرعاني الحقيقة، ربنا مش مهتم بيا، ويجيبوا دليل كتابي ان واحد زي داود قال في المزمور، قال لربنا الى متى يا رب تنساني؟ فمعنى كده ان داود نفسه حس الاحساس ده، احنا بنتحارب بكده يا ابونا. ممكن في نوعين، في واحد ممكن ماشي مع ربنا كويس زي حضراتكم، يجي له الشعور احيانا إنه ربنا مش سامعني، ربنا سايبني ليه، ولكن بيكون جواه رجاء ودلة إنه ربنا لا مش هيسيبه، وعشان كده بينادي. أمال بيصلي له ليه داود؟ ولو كانش الصلاة دي لها قيمة ما كانش قالها. لا، هو قال له إلى متى يا رب تنساني، أنا بكلمك أهو، إلى متى يا رب تنساني، إلى الانقضاء، عجبك يعني كده، إلى متى تصف وكك عني، إلى متى أردد هذه المشورات وهذه الأوجاع في قلبي كل يوم، إلى متى يرتفع عدو، عجبك كده الشيطان يقوم عليا أنت ساكت؟ يعني ده بيكلمه، يبقى هو له إيمان ورجاء فيه. غير واحد بايع القضية، يقول لك ربنا وحش، ربنا يسمعنيش، ربنا له ناس وناس لأ، وبالتالي يديني ظهره ويمشي، ده نوع تاني. فكون أي حد فينا يجي له ضيقة ويتعب ويصرخ ويزعق ويكلم ربنا، ده حاجة. أما اللي مد ربنا ظهره ومش عايز، ويقول ربنا أصله له ناس وأنا ربنا مش عاجب، أنا مش عاجبه، ويروح مد ظهره لربنا وماشي، ده نوع تاني. يعني أفهم من كلام قدسك إن رعاية ربنا مقدمة للكل، بس واحد بيدي وشه لربنا ويزعق له ويقول له أنا عايزك، واحد تاني بيدور وشه من ربنا ويسيبه يمشي. بالظبط. طب انا بعمل ايه فربنا يفهمه ان انا بدور وشي؟ يعني قدسك كده بترمي الكوره في ملعبنا احنا.
مش ملعب ربنا. طلعت ربنا براءة من القصة. طب أنا بعمل إيه غلط فما حسش بعناية ربنا؟ أنا بعمل إيه غلط أو إيه الشكل اللي قدسك بتقول عليه إن أنا دورت وش ربنا؟ طب أتكلم يعني على اللي عملته؟ لا ما تفضحنيش يعني. إحنا بنعمل كتير يا جماعة. أقول لكم بنعمل إيه؟ ممكن إن أنا أتكبر، مش مجرد وقعت مرة في كبرياء، لأ أتكبر فأعتمد على عقلي بدل ربنا. أتكبر بمعنى أعاند وأصر على اللي في دماغي مش كلام ربنا ووصاياه. إن هنا أنا رافض، أنا مش وقعت. فرق كبير بين ضعف، أنا وقعت في خطية وبرجع لربنا، دي ربنا يحب الضعفاء، كل الضعفاء هو يهتم بيهم. غير إنسان مش عايز، رافض، زي يهوذا الإسخريوطي مصر. إيه ده بقى؟ ده حاجة تانية، مش كبرياء بقى بس، لا دي شهوة. إذا ممكن الشهوة تعطلني إزاي؟ أنا متعلق بالفلوس، أنا يهمني الفلوس قبل أي حاجة، أنا مقياسي كل حاجة الفلوس، وأنا عايز الفلوس قبل ربنا. أنا آسف أقول الكلمة دي، بس هو ده اللي المسيح قاله. قال مش ممكن تعبدوا سيدين يا الله يا المال، ما هي ده يا ده. فيهوذا الإسخريوطي اختار المال وضاع عشان كده. فلو أنا أصريت على خطية ما أو شهوة ما، شمشون كاد يضيع، وعارفين قصته إيه؟ شهوة النساء كاد يضيع، بس هو رجع لربنا لما حصل له الذل بقى الأخير، وقعد مع دليلة وقعدت تقول له وتترجاه، وقال لها سره، ودخلوا عليه وفقعوا عينيه وخدوه يشغلوه زي الحيوان يجر الطاحونة في المعبد بتاعه. فاق بقى وتاب ورجع لربنا، وبعدين ربنا بقى عضد ده، بمعنى ساعده، شعره بدأ يطول، يعني انت بدي لك القوة من عندي اهو. وبعدين حيث لا يتوقع إنسان، وهو أعمى وضعيف وبيجرجروه في الطاحونة زي الحيوان، بدأ يجيبوا حيوان يلف كده بالطاحونة، هو بقى بدأ الحيوان. بعدين جابوه يضحكوا عليه في الاجتماع الضخم بتاعهم في المعبد، كلهم قاعدين وجابوه عشان يضحكوا عليه، وقعدوا ينططوا بقى، مش هو ده القوي بتاع بني إسرائيل؟ طب احنا هنفرجكم، وقعدوا يضحكوا ويهرجوا عليه، واحتمل وهو عارف انه مذلول، يقول له ايوه انا استحق يا رب، انا خاطي، انا مشيت في حاجات وحشة كتير، انا استحق، بس انت بقى ربنا مش هتسيبني. وقال للولد اللي جنبه اللي ماسك ايده بيجيبه من الشمال، هو المعبد ده مسنود عليه؟ قال له على عمودين. قال له ممكن دول قريبين من بعض؟ قال له اه. طب ممكن توصلني عندهم؟ قال له اه اوصلك. طبعا لا على باله ولا على بال اي انسان، يوم يوصل يحط ايده على العمود ويحط تادي على العمود، ولا على بالهم طبعا، ده واحد يعني اعمى بيتسند عشان ما يتخبطش. وبعدين ساعتها زي ما انتم عارفين صلى وطلب وقال له يا رب علي وعلى اعدائي، تعال بقى يا رب خد روحي، اموت شهيد من اجل محبتك. وزق العمودين، وقع المعبد بكل اللي فيه، ماتوا. واللي يقول لنا الكتاب اللي ماتوا في القصه دي اكثر من اللي قتلهم طول عمره من الاعداء اللي كانوا زلنهم. ده ايه ده؟ ده واحد غلط وتاب اهو. لكن يهوذا ما تابش الحقيقه، يهوذا مصر. اخي توفل اللي هو كان المشير بتاع داود، وبعدين خان داود وراح مع ابنه ضد داود، ده ايه ده؟ متكبر جدا، مع انك انت كنت صاحب داود، ما تعلمتش منه التواضع يا ابني؟ لا. لما راح مع ابشالوم وقال، ابشالوم قال له ايه بقى المشوره بتاعتك؟ قول لنا. قال مشور. وفي واحد تاني اسمه حشاي الاركي، ده واحد مخلص لداود، وانضم لابشالوم وقبله ابشالوم، وما فهمش انه ده بسماح من الله.
فربنا يدع نعمة للمشورة بتاعة حشاي الأركي في نظر أبشالوم، بيقول له خلاص مشورتك صح، مشورتك يا أخي توفى المرة دي مش قوي، أنا مش قوي، كبرياءه بقى راح خنق نفسه. شايفين الكبرياء؟ أنا أطلع، ده أنا الكبير بتاع ده، أنا كنت أيام داود كنت حاجة كبيرة قوي وعظيمة جدا، أنا يجي واحد وينافسني وكلامه يمشي وأنا كلامي يقع، أنا ماليش حياة بقى. وراح وشنق نفسه. ده إيه ده؟ ده مصر على الكبرياء، مش سقط، أنت بتقعي وأنت بتقع وأنا بقع في الكبرياء، دي مش مشكلة لها حل. الإصرار على الكبرياء، الإصرار على الشهوة، هو ده المتعب في الموضوع. كمان في حاجات تاني، ان انا غير الكبرياء والشهوات اللي انا مصر عليها، الاهمال والتهاون الذي اتمادى فيه، مش اغلط، لا، اتمادى في التهاون، وش هممني؟ ده بيسموه ايه بقى؟ الاستباحة. عشان كده الكتاب المقدس يقول ما حدش يبقى مستبيح. يا عم انت اوعى تستبيح، لا يكن احدكم مستبيحا كايه؟ كعيسو الذي من أجل أكله باع بكوريته. لكن أنت غلطت وتهونت، دي مش دي المشكلة، يا هتوب ربنا حنين، الله ما فيش حنين زيه في الدنيا، بيسامحنا مهما عملنا وبيحبنا وبيدينا. لكن واحد مصر على التهاون وباع كل شيء ومشي في شر عيسو، طبعا خلاص خسر كل حاجة. فما حدش فينا يكون متهاون ومتمادي في التهاون. واحد شايف ربنا وحش وشايف نفسه هو اللي بيفهم، فدايما يتذمر، مش عاجبني ايه اللي بيعمله ربنا ده. والتذمر ده مش في حاجه صغيره، صغيره كبيره، في كل حاجه مش عاجبه وشايف ان هو اللي صح مش ربنا، ويلصق بالله كل حاجه وحشه، يبقى انت السبب يا رب، وكل حاجه حلوه مين يعملها؟ انا. ايه ده؟ ده انسان برضو اناني ومتكبر ومش عاجبه ربنا. المتذمر ده طبعا مش هيوصل. ليه؟ رافض ربنا، رافض. لكن لو قال انا تعبان يا رب، انا في ضيقه، الحقني، زي ما قال داود الى متى يا رب تنساني، اين تختفي في ساعه الضيقه، ده انا عايزك، كل ده سهل جدا. ولكن غير واحد يتمادى في الخطية بتاعته اللي هي التذمر. عشان كده خلاصة الكلام، الهلنا ربنا يسوع المسيح، الجميع الخطايا تغفر لبني البشر ما عدا خطية واحدة. يا رب التجديف على الروح القدس. يعني تجديف على الروح القدس معناها رفض عمل الروح القدس حتى النهاية، حتى نهاية عمري. أنا مش عايز أسمع صوت الروح القدس، الروح القدس ساكن فيك وفيك وفيا، أنا برفض صوته وبطفيه وبحزنه. يقول لنا الكتاب لا تطفئ الروح، لا تحزنوا الروح، ده مصر إن هو يرفض كلام الله، يكلموه الناس أبداً، كبار وصغيرين أبداً، هو مصر على في دماغه. طب قولوا لي ربنا يعمل معاه إيه؟ مش عايز، رافض، ويظل رافض حتى نهاية حياته. يعني حتى في بعض الناس بيقولوا في تاريخهم لما جه يموت وكان ملحد، قال لا ده يصر فيه ربنا، يعني برضو خاف، لا ده مصر حتى النهاية. حله ايه ده؟ ده رافض. طب ده هيتمتع برعاية الله؟ بالعقل لا، واذا تمتع بيها مش حاسسها، يعني المشرق شمسه على الأبرار والأشرار ولا حاسسها. إيه يعني؟ ما الشمس طلع كده ملهاش دعوة بربنا، والهواء والمية وكل حاجة، وأي حاجة كويسة دي جات لي صدفة أو جات لي بقدرتي أنا. ده مش عايز، لأنه أناني متكبر ومتذمر ومصر على الشهوة بتاعته، مصر ومعاند ضد الله في كبرياء، ده إنسان رافض. طب قولوا لي يوصل إزاي؟ لكن كلكم انتوا اللي جايين تترجوا ربنا النهارده، تقولوا احنا غلابه وارحمنا يا رب، قول تعالوا الي، تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. حتى كنت عامل بلاوي، ايوه انا اقبلك، كما قبلت موسى الاسود ومريم المصريه واغسطينوس وغيرهم، انا قبلت الكل، بس المهم ان انت جاي لي عايزني. غير واحد
مش عايز. نعمة كبيرة إن أنا وأنتم نيجي ونتمتع ليلاتي بالوجود في الكنيسة بين أحضان ربنا، زي ما أبونا يوسف صلى وقال يا بختنا نحن موجودين، فغيرنا محرومين بمزاجهم. يعني هما مش حد منعهم، لا هما مش عايزين ييجوا. نصلي إن ربنا يجيب الكل إليه عشان نتمتع برعايته. طيب قصك قلت لنا مجموعة من السلبيات تمنع أو تعطل إحساسي وشعوري برعاية ربنا، وحطيت مجموعة من الحاجات غالبا كل واحد مننا عنده مشكلة فيها، سواء كبرياء ولا إصرار على خطية ولا الاستباحة ولا تذمر ولا رفض ربنا، جزئية بقى في دول. رسالة بس تطمنا، ربنا يقبل توبتي ويرعاني قصاد الحاجات دي كلها ولا لا؟ إذا كنت عايز أتوب الله حنين فوق ما تتخيله. لو عملت كل حاجة وحشة ورجعت برضو يقبلني. يمكن الكلام ده لو فكرت فيه بالعقل أنا وإنتم نجده صعب. ليه؟ عشان لو واحد عمل فيك عملة كبيرة مش سهل تسامحه، تاخد وقت طويل، لكن ربنا في الحال. والمثل بتاع الابن الضال كلكم عارفين، ده أخذ ثروة أبوه وهو عايش وبزرها بكل طريقة ومشي في كل حاجة غلط، وبعدين لما رجع لأبو مستنيه بالأحضان قال له أخطأت، قال له خلاص ما طب اجعلني، قال له ما تجعلش، هجعلك أنت ابني، مش هخليك زي حد من أجرائي، لا أنت ابني. وخده في الحضن ولبسه وأكله وعمله كل حاجة. إذن ربنا منتظر توبتي ورجوعه إلي، أرجع لربنا النهاردة، لأن اليوم يوم مقبول والساعة ساعة خلاص. مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. ناس كثير ماتوا السنة دي وانتوا عارفين، من حبايبنا وجيراننا وأصحابنا وقرايبنا، بس ربنا اداني واداكم نعمة نعيش ونيجي لغاية نهاية السنة دي. ربنا عايز يديني نعمة ويديكم نعمة سنة جديدة. والعمر أهم حاجة في الدنيا. لو أنا مت وعندي كل الدنيا ولا هستفيد منها، لكن لو أنا عايش أقدر أعوم وأعمل حاجات كتير. الله مديني ومديكوا هدية، أغلى هدية في الدنيا، عمر جديد، سنة 365 يوم هنعمل فيها إيه؟ هيرعاني؟ أيوة هو بيرعاك من زمان، بس السنة دي أنت هتتجاوب مع ربنا وهتدي له فرصة فتتمتع بعمل الله أكثر من قبل كده. قدسك فتحت قدامنا باب رجاء حلو، كلمات ربنا وبرجوعنا لربنا أو بالتوبة نتمتع أو نحس برعاية ربنا. هل في أفعال إيجابية أو ممارسات إيجابية تانية ممكن نعملها مع التوبة تزود شعوري برعاية ربنا؟ خلي السكة بس مفتوحة، ما تقفلش الباب لو سمحت. يعني أنت قافل الباب في وش ربنا ليه؟ ما تكلم ربنا، خلي الباب الصلاة مفتوح. الصلاة دي أغلى حاجة في الدنيا، أعلى حاجة يعملها الإنسان في دنيته يكلم ربنا. فالصلاة بكل أنواعها، يعني القداس، يعني الأجبية، يعني المطانيات، يعني صلاة يسوع، يعني صلوات القديسين، يعني جميع أنواع التسبيحة وكل الحاجات الحلوة دي تسمعها صلاة. ولما تطلع في السماء هتعمل إيه؟ بيعملوا في السماء بيصلوا يسبح بس، ويتأملوا في وجه المسيح بس. إذن بالتالي الصلاة أهم حاجة، يغذيها قراءة الكتاب المقدس والتأمل فيه، يعطي مادة للصلاة. لكن الصلاة أعلى حاجة في الدنيا، مش ممكن يقدر عليها الشيطان دي. الشيطان يقدر حتى يضحك عليك لو بتقرأ الكتاب المقدس. إزاي؟ يملى مخك معلومات وتعملي مسابقات كتيرة ولا تفهمي اللي كتبتيه إيه، بس مجرد معلومات. اتطبق ده بقى حاجة حية في حياتنا؟ لا، يبقى ما عملناش حاجة. احنا عايزين نقرب، لكن صليتي وتأملت وحسيت بكلام الله، الله يبقى انت وصلت. افتح الباب اللي هو الصلاة والتأمل، وده معناه ان انت بتحب الله. ولو حبينا ربنا تلقائي بدون ما تعمل مجهود هتيجي بقى حاجة. ايه هي؟ ان احب الناس، كل الناس، محدش بزعل منه. طب واللي بيسيء الي؟ الله يسامحه. الله طب ما انا بغلط وهو بيغلط، انا يا ما زعلت ربنا. وبالتالي سهل سامح كل الناس وسهل ساعد. ليه؟
بخرج من أنانيتي. أصلا أنا خلاص بدأت أحب الله، بدأت أحب أصلي، بدأت أدوق حلاوة كلام الله، وبالتالي أنا حبيت ربنا كل يوم بحبه وأقدم خطوة بخطوة، هقدر بالتالي أحبكم كلكم. لو طلبتوا أي حاجة أقدر أديكم، لأن الحب الإلهي عمل فيا. دي علامات واضحة. أنا مش عايز أبغي معاكم كلام كتير، لكن هو ده صلاة وكتاب مقدس كلام الله، ثم بالتالي أحب الناس. هكتسح في طريق أي حاجة بقى، تعلقاتي وشهواتي هتنضبط، كرامتي هتبقى خلاص مفيش تحت رجلي بالاتضاع، هبقى علاقتي بالكنيسة قوية طبعا، ما أنا عمال أخد منها على طول، والقديسين حبايبي، كل ده هيبقى سهل. لكن هم ثلاث حاجات مفيش غيرهم: صلي واقرأ وتأمل وافتح قلبك بالحب لجميع الناس. ساعتها سكتك سالكة بقى، خد رعاية زي ما انت عايز، ولك دلة، يعني تطلب وتلح. مش المسيح قال كده؟ ادانا حتى مثالين على اللجاجة والإلحاح، مثل قاضي الظلم ومثل صديق نصف الليل. يعني لحوا يا جماعة بقى، أنا بحبكم تلحوا علي، أنا بتبسط ولادي يطلبوا مني. عشان كده أشعياء يقول لنا: يا طالب الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت، يا طالب الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت، لح عليه، ده بيحب الإلحاح بتاعك، ده معناه إيمانك وحبك ليه، وثق إن هو حيدينا ويشبعنا كلنا. طيب، يعني إحنا عشان وقتنا، بس نختم بسؤال. قدسك حطت لنا روشتة سلبيات ناخد بالنا منها وإيجابيات نعملها عشان نحس برعاية ربنا. هل وأنا بدور على رعاية ربنا من حقي أقول لربنا أنا عايزك ترعاني بالشكل المحدد الفلاني، عايز أحس برعايتك بحاجة معينة، حاجة ملموسة أحددها لربنا، ولا ده ما ينفعش؟ أقول له احتياج، أقول له احتياج، أنا محتاج لكذا، وأسيبه هو يتصرف. يعني حضرتك لما بتروح للدكتور بتقول له عالجني من المرض الفلاني، لكن عالجني بالطريقة الفلانية، أنت مالك؟ أنت دكتور يا أخي، وحتى كنت دكتور، أنت رحت بتخصص آخر، زي ما المتخصص يقول اسمع كلام، يعني تسمع كلام الدكتور وكلام ربنا؟ لا، ربنا فاهم إزاي يعالج احتياجك ده. قل له أنا محتاج، دي صح، أي احتياج عندك قليل، لكن لا أحدد لله طريقة وإلا أزعل. أزعل؟ طب ما أنا هعطل عمل الله، يعني كل ما أزعل ده أنا بقول له استنى، بصده. طب ما بعدين؟ والقصص ملهاش آخر في الإنسان الذي يصر على أنه عايز اللي في دماغه. يعني واحد اللي قاعد يقول للأب القديس: تعالى صلي لي، بنت عيانة. قال له: طب خلاص، ما ربنا يكون. قال له: لا، لازم. راح صلى له. البنت يعني اتكلمت كده شوية وماتت. قال له: ايه ده؟ انا جايبك تصحيها من تموتها، هتقومها من الموت. قال له: يا ابني، ده ربنا سمح بكده. قال له: مش عايز ما سمح ربنا، انا عايز بنت، يعني بنت ترجع لي، مش حسيبك، انت لازم تقومه. وبعنف كان معاه، فصلى القديس وقامت البنت. قال له: كده متشكرين. مشي القديس، وتمر الايام والشهور والسنين، والبنت تنحرف وتمشي في الشر، لدرجة الراجل بقى مش عارف يمشي في الشوارع من كثر ما مبلول من العمايل بتاعته. راح القديس قال له: تعالى موتها. قال له: موتها؟ ايه؟ قال له: عملت وعملت. قال له: ما انا قلت لك من الاول اسمع كلام ربنا. قال: لا، ماليش دعوه موت. قال: لا، ماليش دعوه بيك بقى، انت بتمشي اللي في دماغك، انت حر. مش احسن اسكت واقبل تدبير ربنا؟ يا ما بنتذمر ليه فلان مات، وانت مش فاهمك، الله فاهم الأحسن ليه يعيش ولا يموت. أنا بمشاعري عايزه يعيش، كويس، قول لربنا: أنا مشاعري تعبان، اسندني يا رب. ومال هيسندك، لكن تقول له: لا، لازم تقومه. إيه لازم تقومه؟ يعني أو أنا زعلان منك مش رايح الكنيسة، إيه اللي بتعمله ده بس؟ أنت بتقطع ربنا وكمان غلطان. يعني ربنا عمل لك الصح، كل الأشياء
تعمل معا للخير للذين يحبون الله. عشان كده اطلب احتياجك زي ما انت عايز، مهما احتياجك كان كبير اطلب وما تخافش، لكن تحدد لله طريقة لا، لأن مخك زي مخ محدود، أما الله فغير محدود وفاهم مصلحتي فيه. كتر خيرك يا ابونا، كل سنة وقدسك طيب، ونشكرك على الروشتة. السلبيات اللي ناخد بالنا منها كبرياء والشهوة والاستباحة ورفض ربنا، والإيجابيات اللي قدسك لخصتها في ثلاثة: الصلاة، كتاب المقدس، محبة الآخرين. كل سنة وحضراتكم طيبين. تطبيق عملي لحتة الصلاة، نسبح مع بعض دلوقتي، تفضلوا.